تم تأخير الملف جلسة 24 تسعود 2018 15 ليوم من ابتداء من تاريخ يومي إن شاء الله لاعتبار لمناقشة بطبيعة الحال موضوع الخبرة لأنه تم إنجاز الخبرة تسلمنا نسخة منها احنا بطبيعة الحال غادي نطلعوا على ما ورد في الخبرة وأنا ذاك سيكون الملف جاهز للمناقشة لا الخبرة ولا مناقشة الموضوع هذا هو الخبرة مفاجأة ايوا لا اعتقد نكونوا واضحين مع انفسنا انا لم زلت لم اطلع عليها بعد لانه يلا توصلنا بها نحن بصدد لان العدد مع الاسف التي تم الادلاء به 3 نسخ غير كافيه بالمقارنه مع عدد الدفاع ولكن لا اعتقد انها تحمل الا الحقيقه التي رايناها بام اعيننا.